حتى بتين بركاتك يا حمدو. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية خبلتي، اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت بالسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. ايه يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي، هند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا بنت، هتودينا في داهيه. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشويش الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زعقت دلوقتي.
عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت مد المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي، ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق. كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمها الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس دي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي؟ انا زعقت؟ بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شوية. يا بنت اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شوية معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتحي بنت الباب، افتحي الباب. اموت في العنف. اقول لك كم معايا؟ خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك. لا انت بتوعي بقى، سيبيني بقى. خميس؟ في جلابيتي؟ هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيده ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حجر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري يدور شريط بشام في البلد دي اللي بيزني مني انا؟ انتوا اوعى ايدك. انا اركب عليا عين سيس زي شفاعه، وديني انا اكون خاربها على الكل، وديني اكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك. انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. تحسبني ايه؟ اضرب معلم براء بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الزوم بتاعكم هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص وقدام الناس كلها. بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني لاوريك يا نوح، هوريك يا نوح من المعلم. انا ولدت يا نوح، انا ولدت يا نوح. سيبني انا، سيبني 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 سيبني. هذا الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمه ملهاش اخر، وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش، الدنيا سهلنا اسنانها على الاخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه.
وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول. ده كبير السوق من بعدي. ده كبير السوق من بعدي ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت ما انتيك الكل بسيط معيش بقى حتة من السوق أكل منها عيش. ساعدنيش على رزقك التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي أنا اللي نفسي رقبتي تتلف بأساور أشم ريحة الدنيا بجد مش أقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي أدخل جوه دماغك دي أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير ما فيهاش ميادين ولا علامات حتى رصيفها لسه ما قالش أوانه. مش يمكن لما أدخل فيها أوصل؟ حاولي على الأقل تبقي خدت شرف المحاولة. ماشي هنشوف. نشوف ما نشوفش ليه؟ يا بنت الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجة حلوة. سلام من عيني.
بنت يا سوريا، بنت يا سوريا، اي بنت يا بنت. انا في ثانويه عامه، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايد. هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفالة الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عناية؟ انا واحده نايه، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. والله اهو سيب راجع اهو. طب امشي نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدتوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه ومع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ اتفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي حبيبي، حبيبي شادي، قول قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح. يعني حبيبي رد رد علي يا حبيبي، اتكلم. شفت اديك سالته ما ردش عليك. بوس ايدك. اكيد حد ضحك عليه، عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حضرتك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شاء العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا حياه كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي رب رب بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا
هيحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. امر امر سعادتك وانا نفس. تاخده من هنا على المستشفى. تعالكوا تقعد معاه، اتكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. تشكل تشكل سعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا ولية يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا ولية؟ ان شاء الله. بقول لك حج وساب لي الأوضة وعمل زي ما تكون عقربة ولا دعاته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست، شغل. وانت ست العارفين شغل ايه ده بقى؟ ان شاء الله بيتقل، بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه، ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلتلك انه هيجيلك وجالك؟ صح صح. انا كلمتي ما تخيبش ابدا، هيجي وحيلي. عارفه يا حنتومه، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك. طلعتي قروبه. ايدك بقى على الحلاوه، ايدك على الحلاوه. طيب يلا حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. والله ما خساره فيكي يا حنتومه. اسريعي اسريعي خالص. حنتوش منتوش طربوش منفوش. هات الكوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله. صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلمي يا بيت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والمية رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ اه بلوشي. يا لهوي، هو سبراقة لسه برضو يعني؟ مش عارفه يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش وحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفه بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، ايه الحكايه دي فيها ان؟ انت ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقيهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه بيت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي، انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قولي لي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بت، غوري من وشي. امشي. همشي. مالتي يا بيضون، انت مش ملاحظ انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه، وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحه شويه عليا يا نجمه. سلولي، انت عارفه ان مصلحتك تهمني، وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقول الجوازه خانقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانقه وقرف؟ انا قلت؟ هو قال؟ انت قلتي؟ يا رمانه، الجواز رضا وقبول، وانت عندك القبول وانا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازه دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ اي جو؟ ايوه جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما الم عليك الخلق واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. وانت عارفني كويس، بيني وبين الجنان هسه، ما تدوش عليها انت. مفيش عرايه بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه. انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. الخميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. غوري يا ابن الكلب. دج اشيك. دج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه.
كل شوية برص الحيطة ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا أبلة؟ الحق يا بيسا، ده بيقول لي الجوازة مش هتتم. قطع لسانه، ده من قهرته يا أبلة. انتي ناسية كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبش بيلزق على الحيطة ما ينزلش تاني. والواقف بتفتح الباب بالسيجارة. أنا قلت أمي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. أصل بصراحة شكلنا كان زبالة قوي. شكلك أنت يا أخويا الزبالة. أنا مالي، أنا ماليش فيه. أنت شربت إيه؟ كرتونتين بيرة على أزازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ أدي عيب الدماغ الخفيفة. ده على أساس إن أنت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده أنت اللي موصلني لحد باب أوضتك بإيديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا شاطر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني مفيهاش حاجة من الواحد دماغه تلف شوية، يعني هو الظاهر إن احنا كده تقلنا في السهر حبة. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما أنت لازم عينيك تبقى في وسط راسك. ده احنا أملنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربة تانية. معلش يا حاجة ما تكبريش الموضوع كده، إيه المشكلة يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ذنب، ده بظبط نفسك يعني. ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغب. حفلة العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك انا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سن. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدامتك مني ولا يا حاج؟ ولا كلمه تانيه. هنسى انك ابني، كفايه سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها، من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدمتك مني، عايز تجوزني تاني، ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحه زباله، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى انا عاوز اكبرك واخليك تسيب السوق ده كله، ولو صبرت عليا شويه يا ياض كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتاكد ان كل اللي في دماغك الوسخه دي زباله ملهاش اي اساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف ابعد من الكل، مش تكعبل على اول سلمه وتضب زي لعمه في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقول لك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه. حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ماشي. ثانية واحدة. على فين يا جوز؟ ثانية واحدة قهر. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربية وغزلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي، ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربية، اوعى تحكها. شكلك
حبيبه ايه ما تخلص بقى كرامه هي اصلا متلمعه لازم تحطي بصمتك يعني ماشي هيبقى شكلك ايه لما سيبك تقول لقلبك ايه عن حبيبك هيبقى شكلك ايه لما سيبك انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل ادعي لي بقى ايه رايك يا كرم هل انا بنت العسل تيجي معايا ازاي انا رايح شغل ينفع ينفع ما هي قاعده في البيت زهق طب نعمل ايه انا بكره هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم ماشي لا راح فين بكره النهارده الاجانب اجازه يا عزب انا مش عارف دي انا توت مني انا مش قادر لا محمد رسول الله عارفها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نتبارك يا حجه اقعد يا حبيبي لما ارقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم تسلمي لي يا حجه جاهز يا خال ابو سن نتبارك يا حجه مش هوصيك الليله تفرق معانا كتير وممكن تبقى بدايه خميس تتلاقيش اطمني يا حجه كل اللي اتفقنا عليه هيحصل اتفقتوا على ايه هو انتوا عاملين مؤامره مفيش يا ابو جمعه وراك اهو ادعي لنا يا حجه مع السلامه يجعل لكم في كل خطوه سلامه ادعي لنا يا حجه يجعل لك في كل خطوه سلامه يا خميس يا ابن بطني يا رب استرها معانا اتفضل يا فندينا هنروح مشوار الاول يا خاله من الحفله مشوار ايه اللي هنروحه يا خميس اقول لك في ثواني عم زغلول مين عم زغلول اهلا ازيك يا فندينا الحمد لله تمام اخبارك انت ايه الحمد لله فتنا اخبارها ايه نحمده ونشكر فضله احنا كنا فين يا ابني كنا فين ربك لطف بينا على الاخر الحمد لله ما انت كريم يا رب طب هي مش محتاجة حاجة؟ مستورة الحمد لله يا ابني ما يلا خميس تأخرنا يلا يا خال اهو جاي اهو طب يلا يا ابني شوف مصالحك ماشي السلام عليكم اتفضل عم زغلول الله يكرمك السلام عليكم اتفضل راجل بركة راجل بركة يا لهوي على نظراتك عسل يا مطني يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفلة؟ اوريك يا خال اركب بس اركب خد بالك من نفسك يا معلم خد بالك من حروفك سلام يا معلمي ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح وابتدى المشوار يا خوفي من اخر المشوار افدينا يلا رمانة أول مرة الحلو يكمل بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة بموت في كلامك الحلو يا خمستي أنا اللي بموت في كل حاجة بحبك يا خميس أنا بحبك يا رمانة بقولك إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و... نقضيها
الخيل، الخيل والد. شو بتقول لي خيلك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طمني معناته يجيب المعزوم. طب نخلص من مشوار الحفلة الأول. ماشي. تفضلي يا ملكة. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. أنت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعكوس. آه يا دنيا. الله. آه يا دنيا. الله.